ومعدل انتشاره. يعني ايه معدل انتشاره؟ احنا السنه دي ما كانش احنا بناخد الناس كلها مرحله واحده نشوف المصابين فيهم كام. كل يوم بنتعامل مع عديد من المرضى، مئات من المرضى معرضين احنا في التعامل دوت للعدوى، فالمفروض ان احنا بناخد احتياطاتنا مع التعامل مع كل مريض وما بين كل مريض والتاني، اللي احنا المفروض قبل ما نتعامل مع المريض بنكون بنتبع طريقة التطهير كويس، بلبس بغسيل الايدي طبعا بالماء والصابون، ده حاجة اول حاجة، لان الغسيل بالماء والصابون بيقتل 90% من الميكروبات قبل التعامل، مع لبس الجوانتي، وبعد التعامل مع كل مريض والتاني بنغير الجوانتي. وبالنسبة السرنجات والادوات اللي احنا بنستعملها مع المرضى، ايا كان قطن او دريسنج او سرنجات، بنتخلص منها بطريقه اللي بنضعها في باسكت خاصه بالنفايات ديت، وبنتخلص منها بطريقه الفرم والحرق. بالنسبه للمعهد بيتابعونا برضو بالتحاليل الخاصه للتمريض، بيعملنا فيروسات كل 6 شهور، وبالنسبه لو اي حد شك في اي وقت بنحلل طبعا، وبالنسبه لو في اي شكات ولا حاجه بيعملنا متابعه كل شهر. الوقاية خير من العلاج عبارة ذائعة الصيت، تستخدم للتوعية عندما يكون للمرض أو الفيروس خاصية العدوى والانتقال، وهنا يعظم الاهتمام بالأمر خاصة وإن كنا نتحدث عن فيروس سي، ولأن الغالبية العظمى من المصابين وغيرهم من المخالطين لا يعرفون مدى خطورة المرض وكيفية تجنبه، فهناك العديد من الخطوات الهامة التي يجب أن نتبعها كي نقي أنفسنا من شبح الإصابة بهذا الفيروس المميت، وكذلك للحد من انتشاره في مصر. ولمعرفة طرق الوقاية والعلاج المتوفرة للفيروس نتابع التقرير التالي. تم علاج 110,000 مريض مصاب بالفيروس على مستوى الجمهورية، وتم إنفاق نحو 62 مليون جنيه على علاج الانترفيرون المخصص لمرضى الفيروس، وذلك خلال إبريل الماضي فقط، بزيادة قدرها 32.2% عن شهر مارس. وتم زراعة كبد لحوالي 1000 مريض على مستوى الجمهورية. ابتدينا مشروع قومي لعلاج فيروس سي بالدواء الوحيد المعتمد عالميا، وهو الانترفيرون طويل المفعول. وبالفعل وزارة الصحة مشكورا نفذت هذا البرنامج، وده كان أكبر برنامج علاج فيروس سي على مستوى العالم تقريبا. عملنا مراكز علاج الكبد في القاهرة وفي جميع محافظات الجمهورية، وصلنا حتى الآن ل 21 مركز. محمود بيعاني بالتهاب كبد مناعي، هما مش عارفين المرض جاله امتى، لكن الاعراض كانت عنده من وهو عنده سنه ونص، بدا بطنه تبقى كبيره بشكل ملحوظ، وده خلانا نتابع ونشوف السبب ايه. فاتضح ان هو في التهاب كبدي، وكان اثر على الطحال في الفتره دي من سنه ونص، فتره 5 سنين في متابعه. مؤخرا اثر على الطحال وعملنا له عمليه شال الطحال، والحمد لله هو بقى احسن دلوقتي، لان الطحال كان اثر على كرات الدم وعلى الصفائح. ودلوقتي بنيجي المعهد عشان خاطر في متابعه للكبد اللي بيشوفوا الالتهاب وبيشوفوا له علاج. يعني احنا عندنا 6 مراكز دلوقتي لعلاج الاطفال بفيروس سي، مشروع في منتهى القوه. احنا مشتركه فيه 6 مراكز علاج على مستوى الجمهوريه، 3 في القاهره، عندنا مركز في المنوفيه في معهد الكبد، في جامعه المنصوره، وعندنا في اسيوط. الفكرة انه احنا بدأنا في تحديد الحالات الاول بعدد حالات محدد، بحيث ان احنا يتم تقييم المشروع ويتم تقييم العلاج في الاطفال بصورة مبدئية، ثم هيبقى العلاج متوفر لكل الاطفال على مستوى الجمهورية بعد كده. في غيبوبة كبدية وجلد قرحة في الضفة العاشرة، وبعد كده حالتي اتدهورت، قالوا لازم تتابع الكبد. المتبرعة هي بنتي طالبة في كلية الهندسة، والحمد لله اتبرعت برضاها وهي كانت طالبة كده. ده الكبد مكلف جدا، لكن عندنا في مصر وفرناه للمريض الغير قادر فعلا يعني.
وحتى الان تم زرع كبد عند حوالي 1000 مريض في مستشفى الجمهوريه، واحنا قريب هنعمل زرع كبد هنا تقريبا بدون تكلفه على المريض. الوقايه من انتقال الفيروس خطوه هامه للحد من انتشاره بين المواطنين، ويجب اتباع عده خطوات من بينها: التاكد من خلو الدم من فيروس سي، وذلك عند نقل الدم، وعدم استخدام حقن مستعمله، استخدام الادوات الشخصيه اليوميه بصوره فرديه كفرشه الاسنان واقماص الحلاقه والمقصات، التاكد من تعقيم الاجهزه الطبيه، وذلك عند التعامل مع اطباء الاسنان او اجراء عمليات جراحيه. اما الاشخاص المعايشون لمرضى الكبد الوبائي فيجب ان ياخذوا احتياطاتهم لعدم التعرض للدم الملوث بالطرق التاليه: استخدام الطرق الامنه للتخلص من الحقن ومستلزمات المرضى الملوثة، غسل الأيدي بصورة جيدة، واستخدام القفازات الطبية العازلة عند التعامل مع الأدوات. إذا تعرض أحد الأشخاص للوغز بإبرة يشك بأنها ملوثة، يجب عمل تحليل الأجسام المضادة للفيروس سي وتحليل البي سي آر، وتعاد التحاليل بعد 4 أو 6 أشهر إذا كانت العينة الأولى سلبية. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، أشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء. علي السمان المستشار السابق للرئيس السادات: لم استعمل يوما منصه اعلاميه فرنسيه للهجوم لا على البلد ولا على النظام. لماذا اختاره الرئيس السادات لاداره ملف الاعلام الخارجي؟ قلت له لقد اخذت مسؤوليه ومخاطره قبول برنامج مشترك مع الطرف الاسرائيلي. كيف شارك في خطة الخداع الاستراتيجي لحرب أكتوبر المجيدة؟ عندما أعلن رئيس السادات في مجلس الشعب بأنه بينوي زيارة إسرائيل، الواجب اللي علي دستوريا وسياسيا ووطنيا إعادة آخر شبر فيه. ما هي تفاصيل اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات؟ ما هي كانت ملابسات الاغتيال تشهد فيها الرئيس السادات؟ رئيسك اتقتل، تعال لي فورا على التلفزيون عشان تشترك في برنامج على الهواء. دكتور علي السمان المستشار السابق للرئيس السادات في شهادة للتاريخ على شاشة النيل.